قبل ساعات من نهاية كأس السوبر بين شباب الأهلي والشارقة، نلقي الضوء على أول مواجهة نهائية جمعة الناديين. الناديين كلنا يعلم أن الشارقة تأسس من خلال دمج العروبة والخليج وأصبح الشارقة، وبعدين دمج له الشعب في 2017، وهذه الصورة الجماعية اللي لعبوا في مباراتهم على استاد دبي. نلاحظ الملعب الرملي هنا كما ذكرنا في حلقات ماضية، وفي الصورة هنا يبين كل من سند الدوخي أول واحد، وهذا المرحوم علي سعيد الشامسي، وهذا اللاعب السوداني الشهير كابتن منتخب السودان نجم الدين الله يرحمه، وهذا جمال موسى أيضا لاعب المنتخب الوطني الله يرحمه، وهذا محمد أبو الليل أردني كان عايش في لبنان ومدرس لعب في العروبة ولعب أيضا في الزمالك اللي أصبح بعد ذلك الوصل، وهذا توني ويب يقال بأنه خليط ما بين الجنسية الباكستانية والبريطانية، وهذا النجم الشهير اللي أتمنى له الشفاء العاجل بوحمود جاسم محمد عبد الله الحداد، وهذا حسن جعفر الحارس المصري حارس النادي الأهلي المصري اللي لعب مع الشارقة كأول محترف كما ذكرنا، ويوسف محمد الحداد ووحيد عيسى السركال وسعيد البردان، كان من اللعيب المميزين سعيد البردان اللي الحقيقة عنده مهارات عالية. نلاحظ أيضا أن الفريق الشارع كان يرتدي شارع سوداء، وهو كان عبارة عن حزن تعرض للنادي بسبب وفاة اللاعب سعد في قبل هذه المباراة بعدة أسابيع، فحزنا وتخليدا للذكرى أصر لاعب الشارقة على أن يضعوا هذه الإشارة السوداء. اللاعب سعد توفى في الملعب، كان لاعب حقيقة مشهور من اللعيبة الممتازين. أما فريق الأهلي اللي هو أهلي دبي اليوم طبعا اسمه الشباب الأهلي، والأهلي كما يعلم الجميع نتاج دمج الشباب الوحدة عام 70 بعد العودة من معسكر القاهرة، ثم دمج مع النجاح عام نهاية 73، ثم في 2017 في مايو دمج أو استحواذ الأهلي على الشباب ودبي. هذا الفريق الحقيقة تشكل كل من الطيار إبراهيم رضا وعتيق جمعة درويش المهيري وعلي خليفة المرحوم ناصر حمد عبد الرحمن العصيمي الدكتور حمدون وشقيقة سيل سالم، وفي الجلوس هنا محمد الغراب اللاعب المشهور للمحلل التلفزيوني، جاسم محمد الفار هذا ابن عم مهدي علي، وهذا احمد عبد الله قاسم شقيق امير اتحاد كره القدم الاسبق يوسف عبد الله قاسم، وهذا اللاعب عبد الكريم خماس. فريق الاهلي في هذه المباراه طبعا كما يعلم الجميع انتهت بالتعادل. هناك ايضا لقطه جميله اخرى نبينها الحقيقه، نبين من في الصوره. في الصوره هنا نشاهد الحاج مصطفى كامل، هو حكم مصري شهير جدا شارك في كأس العالم عام 1974، وعلى يمينه الحكم الدولي البحريني جاسم مندي أيضا من حكام البحرين الخليجيين معروفين، وشارك في كأس العالم عام 82، وقبل أيام أصدر كتاب جميل عن مسيرته وذكر كل تاريخه الرياضي الكروي في الإمارات جاسم مندي، وعلى يساره محمود آدم وهذا من الصومال، وأيضا كان الحقيقة محمود عمل سكرتيرا فنيا في اتحاد الدراجات. أسماء جميلة حقيقة من الصعب جدا أن ننساها، ونحن نستقبل نهاية كأس السوبر اليوم لكرة القدم الذي سيجمع كل من الشباب الأهلي والشارقة على استاد المكتوم، اللي نتمنى إن شاء الله أن نشاهد مباراة ممتعة. وهنا نبين كيف كان المعلقين يعلقون المباريات. هذا المعلق اللي هو عبد الرحمن حوكل، وهو أحد أبناء الإمارات وهو أول معلق إماراتي، سمعنا صوته في دورة الخليج الثالثة في عام 74 مع انطلاقة التلفزيون بنقل المباريات، وعلى يمينه الأستاذ فاروق راشد تقريبا درس معظم جيلنا، وهو كان أيضا من أبناء جمهورية مصر العربية، وبجنبه الحكم محمد شركس من مصر، وهنا أيضا يقف في مقدمة أو في خلف الصورة محمد العيدروس وهو أيضا أحد أبناء الإمارات كان محب وعاشق للمجلات التراث الرياضية. حقيقة أردت أن أقدم هذه اللقطات تبين
أن أهمية هذه المباراة وأهمية التاريخ اللي لابد أن نذكره. ذكرنا الأسماء وذكرنا المجموعة اللي كانت موجودة في تلك الفترة، نتمنى إن شاء الله أن نكون قد وفقنا في نقل صورة حية ومباشرة تاريخية توثيقية تهم كل رياضي يحب كرة القدم. ومع تمنياتي للناديين النجاح والتوفيق، وللرابطة أيضا النجاح على دورها في استضافة وتنظيم هذا الحدث. شكرا وإلى اللقاء.